مرحبا فيك عن جديد استاذ توفيق. نتابع نحن وياك. كنت عم بسالك اليوم عن تفجيرات الايرانيه او التفجيرات التي حصلت بايران. كيف يعني باي اطار بتوضع هذه التفجيرات؟ وهل انتقلت اسرائيل يعني لتلاعب ايران داخل ساحتها او داخل الساحه الايرانيه؟ يعني هو بالمبدا هناك حرب غير تقليديه بين ايران وبين اسرائيل. حرب غير تقليدية تتخذ آليات متعددة، من ضمنها العمليات الأمنية، من ضمنها التفجيرات، ومن ضمنها أيضا عمليات الجوساسة، وأكثر من ذلك أيضا هناك الحروب السيبرانية القائمة بينهما، وبالوقت نفسه لا تنتهي هذه الحروب، يعني ليس لها نهاية ولا خاتمة. لكن بتصور بما له علاقة بالمذبحة التي نفذت في كرمان، هي يعني واضحة تماما، يعني وثيقة الصلة بالذكرى السنوية لاغتيال اللواء قاسم سليماني، غير مفصولة عنها على الإطلاق. وبالإمكان أيضا أن نرى حلقة اتصال أيضا باغتيال السيد رضي الموسوي بدمشق، هو أحد المستشارين الذين كانوا أيضا مع اللواء قاسم سليماني. واضح تماما بأنه عملية التفجيرين اللي عم نحكي عن أكثر من حقيبتين، يعني تم وضعهما للزوار الذين يفترض أنه أن يزوروا يعني مرقد اللواء سليماني. واضح تماما بأنه الجهة التي نفذت يعني هي تقول بأنه نحن سوف نلاحق يعني مشروع قاسم سليماني إلى الآخر. وبالتالي أنا أعتقد أنه قد يكون هناك أكثر من جهاز مرتبط بهذا الأمر. صحيح بأنه يعني التصريحات والمواقف الإيرانية السريعة التي علقت يعني على عمليتي التفجير واتهمت أصابع أو رأت على الأقل يعني أصابع للموساد الإسرائيلي، بتصور هذه بنيت أيضا على تفجيرات سابقة وعلى عمليات اغتيال سابقة، خصوصا للعلماء النوويين أو لعلماء الذرة الإيرانيين. لكن بكل الأحوال أنه استهداف مرقد اللواء قاسم سليماني هو استهداف لا يمكن قراءته إلا أنه استهداف لمحور المقاومة، وبالتالي أحد أهم رموز محور المقاومة. بس يعني اليوم هل بعد طوفان الأقصى وتحول إسرائيل من دولة يعني مهددة في المنطقة إلى دولة انتقل الصراع داخل اليوم داخل إسرائيل وداخل يعني الساحة الإسرائيلية، اليوم انتقلت إسرائيل لمرحلة جديدة أيضا بمسألة أنه ترد داخل إيران، وإن مش بشكل مباشر عبر تفجيرات إرهابية أو تفجيرات تقوم بها؟ أنت بتعرف أستاذ رامز أنه عمليات تفجير من هذا النوع سهل جدا، يعني مش بحاجة إلى تخطيط عبقري ولا بحاجة إلى أيضا يعني إبداع بعملية التنفيذ. أنت بسوق أو بجباني مثل المجرة أو بمال أو ممكن تحط أي حدا، يعني خلية قائمة على فرد واحد، وبالتالي تضع متفجرات. مش بحاجة إلى تخطيط إبداعي على الإطلاق، بحاجة إلى عميل، إلى عميلين يعملان مع جهاز معين وبالتالي ينفذان هذه العملية، مش أكثر. بني الناس، انت عم تحكي عن اكثر من 103 شهداء تقريبا سقطوا، في ربما من فوق 180 جريح. لكن نعم بتصور انه يعني كمان توجيه اصابع الاتهام باتجاه الموساد الاسرائيلي لا يمكن فصله ايضا عن الاتهام الاسرائيلي لايران بانها هي وراء عمليه طوفان الاقصى. يعني هون اذا بدك كمان رد اسرائيلي على ما تسميها اسرائيل بان الايران هم الذين خططوا، هم الذين نفذوا، وهم الذين يعني أوحوا لحركة حماس بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، فجاء الرد بالداخل. هون أنا يعني بقراءتي نعم هو الأكثر ترجيحا والأكثر احتمالا بأن يكون الموساد الإسرائيلي وعملاء الموساد الإسرائيلي هم الذين نفذوا هذه العملية الإرهابية. يعني أولا لواء قاسم سليماني أحد رموز فيلق القدس، اثنين علاقاته كانت واضحة تماما يعني مع كل فصائل المقاومة كان بلبنان أو فلسطين أو غيرهما أيضا، وبالتالي إسرائيل تعتبر بأنه كل هذه الحصيلة للمقاومة الفلسطينية وللمقاومات بصورة عامة والمقاومة الفلسطينية بصورة خاصة هو نتيجة جهد جهيد قام به اللواء قاسم سليماني على مدى 3 أو 4 عقود.
الحد. فلذلك انه محاوله ممكن يعني اذا كان لم تكن هذه العمليه عمليه تيمه، ممكن اليوم ان هذه يعني الانزلاقات ربما ان تجر الى حرب شامله او اوسع، يعني لا. هذا الاحتمال لا يزال على الطاوله. شوف إذا تفلت يعني بلحظة جنون، نعم يعني الاحتمال الحرب الشاملة وارد، ولكنه هو آخر الاحتمالات، الاحتمالات الأضعف، إلا إذا بلحظة جنون معينة ممكن أنه بنيامين نتنياهو يتفلت يعني من محاولات الضبط الأمريكي له، ويذهب إلى توريط الأمريكيين والعالم كله بحرب إقليمية واسعة جدا. بس هون كمان بدي أقول شغلي، أنه دونالد ترامب أطلق تصريحا لافتا بذكرى اغتيال اللواء قاسم سليماني، قال بأنه اتصلت ببنيامين نتنياهو لأن تشارك إسرائيل في العملية فرفض واعتبره جبان. حرفيا ترامب قال بأن بنيامين نتنياهو جبان، وهذا بيعني أنه الكثير أو كل التهديدات الإسرائيلية بالنسبة للأمريكيين وبالنسبة لغير الأمريكيين هي تهديدات غير قابلة إذا بدك للصرف العملاني، إلا بشغلة واحدة، أنه يريد يريد الإسرائيليون وتحديدا بنيامين نتنياهو أن تتولى الولايات المتحدة الأمريكية ضرب إيران. أنه أيضا بمسألة بس أنه أن تشارك إسرائيل بهذا اغتيال الشهيد عماد مغنية، كان اليوم وقت أنه كان في سنحت بالفرصة المرة الأولى للإسرائيليين لاغتياله عندما كان برفقة قاسم سليماني وأبلغوا الأمريكيين بذلك، لكن جاء الرفض الأمريكي أنه عدم اغتياله مع قاسم سليماني بالمرة الأولى. نعم يعني كلنا قرار يعني مثل هذه التقارير. طبعا اغتيال عماد مغنية انه كونه محسوب على دولة معينة وعلى فصيل مقاوم معين، غير اغتيال قاسم سليماني المحسوب على دولة إقليمية كبرى، وبالتالي انه في فرق بهذا يعني على الأقل بالقراءة الإسرائيلية. لكن انا ذكرت ترامب وماذا قال، انه بنيامين نتنياهو جبان عندما انا طلبت منه ان ننسق سويا. بالوقت نفسه الكل يذكر انه عندما اطلق صدام حسين بعد حرب الخليج الاولى بالعام 1991 ليورط العرب بصراع، يعني بعد ما احتل الكويت واطلق مجموعه صواريخ، كان الهدف انه بصير احتلال الكويت جزئيه صغيره امام حرب اسرائيليه عربيه كبرى، كان عم بيحاول يورط العرب بهذا الموضوع. 39 صاروخ انذاك الأمريكيون قالوا للإسرائيليين ممنوع الرد، بيدركوا تماما بأنه أي مشاركة إسرائيلية في حرب على المستوى الإقليمي بيكون في إلى ردود فعل عربية واسعة على مستوى النظام العربي وفروعاته على مستوى الشعب. سؤالين آخرين، مسألة اليوم ماذا يعني كنا عم نسمع بداية الحرب وأن تحرك خجول من قبل الجامعة العربية ودول عربية، اليوم تلاشى هذا الدور تماما نهائيا. يعني في الوساطة المصرية اللي بس حتى المصريين بعد اغتيال الشيخ صالح اعلنوا انه توقفت حماس هي التي اوقفت هذا يعني، بس هن كانوا ردوا على النقاط التي تقدم بها الوسيط المصري، وهذه النقاط اللي قائمه على يعني على اربع مقترحات اساسيه: وقف اطلاق النار اولا لمده شهر تقريبا، بعد ذلك اطلاق سراح الاسرى ضمن مواقيت مختلفه، وكانت ايضا حركه حماس والجهاد الاسلامي عم بيطالبوا بضروره يعني اصدار قرار دولي باعاده اعمار قطاع غزه. وقفت الوساطه الان بعد اغتيال الشهيد صالح العروري.